عندنا تجارب ناجحه ما نقدرش نقول ان هي فاشله في مديريه التحرير زمان، فاكر المشروع وعندنا تجربه توشكا وعندنا تجربه شرق العينات وعندنا سينا، يعني احنا عندنا عندي اماكن، ودلوقتي في منطقه العالمين والمغرق، يعني في اماكن نورت، يعني ده يدينا مؤشر ان في خير موجود. برافو عليك، وده انا سعيد جدا لانه الوضع الحالي بيؤشر ان الناس ابتدت تفهم والدوله مصره انها تعمل الصح، والصح ده هو اللي بيعمل الحاجات دي، هو اللي خلانا نعمل كده، هو اللي خلانا نروح للعالمين، وهو اللي خلانا نشوف ايه اللي في العالمين، وهو اللي خلانا نشوف ما يلقوا فيها في العالمين ايه، ولا في المغرى ولا في الفيوم. كل ما يحصل حاليا كويس خالص، انه بيدينا مؤشرات صالحه وتقول لنا مؤشرات ان الحكومه مستعده تروح تجرب حاجات ما هي ما عملتهاش قبل كده. من الحكومه؟ وزارة التعليم العالي ولا البحث العلمي ولا الزراعة؟ لا لا وزارة والري، الزراعة والري، الزراعة والري هي المسؤولة. والخيبة بتاعتنا ان وزارة الزراعة ووزارة الري موجودين عشان يتخانقوا مع بعض بس. ده يقول له انت ما تفهموش في البتاع ده، والتاني يقول له لا عايزين ميه هنا، يقول له لا ما فيش هنا ميه، والتاني يقول له لا احنا حفرنا ما لقيناش، والتاني يقول له لا انا ما كنتش هتحفر هشجيب شركة تحفر، وهكذا. يعني خناق ما بين وزارة الزراعة ووزارة الري موقف التقدم في انتاج الزراعي، انتاج الغذاء. ده كان موجود ولا لسه موجود؟ لسه موجود بقى له جذور. دي يعني بقى دوله الموظفين، دوله الموظفين اللي بتوع الزراعه دول، ايه اللي فاهمهم دول في المشاعه دي؟ وهو ازاي يروح يقول الرئيس هيجيب ملف الزراعه ويقعد بقى بيقول رايي بقى تشوف هيعمل فيهم ايه؟ يعمل كده. يعمل هو ده اللي هيحصل. عايزين كده، احنا كل ملف بيجي الرئيس يفتحه يقعد الناس ويقعد يشوف. عايزين كده. يعني ازاي ان وزاره الزراعه وزاره الري هو المفروض يعني ما تبقاش وزارتين بالعقل، يعني كان زمان اسمها وزاره الزراعه والري. ولا بس مدرسة الري المصرية برضو مدرسة عميقة. ما هو عشان وزارة الري العميقة دي يعني والشلالات والسد العالي والكلام ده كله، كل اللي عملته كان ده وزارة الري. يعني لها مكانة كده برضو، مكانة في أفريقيا كبيرة، بتمثل أمن قومي كبيرة قوي. فعملت وزارة الزراعة دي يعني حاجة تانية خالص، فبيعتبروها يعني كده على البتوع. فوارد إن وزارة الري لها مكانة يعني عريقة. خلينا نعمل وزارة الزراعة حاجة تانية مع الانتاج، مع مش ضروري نقول زراعة، نقول انتاج ولا انت المعيشة. يعني احنا عندنا وزارات زيادة عن اللزوم بيني وبينك كده. طيب.